السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي وحبايبي الصيادين، اهلا وسهلا بكم في قناتكم صيادين رحال. النهاردة ان شاء الله الفيديو ده اهداء لأهل دمنهور، اهلي وحبايبي واخواتي واصحابي صيادين الغلة. هنقول كلمة كده يا جماعة عن صيادين الغلة، لان تقريبا في ناس ما تعرفش مين صيادين الغلة. صيادين الغلة يا جماعة اللي هم عندنا احنا في دمنهور، الناس ديت بتطلع تصطاد على الغلة بس. اول ما بيمسك الصنارة في اول موسم الصيد بيمسك الصنارة بالغلة، وساعة ما موسم الصيد بيسيب بيخلص بيسيب صنارة الغلة بس، ولا بيعرف يمسك حنش طعم ولا بيعرف يمسك عجينة ولا أي حاجة، هو بيصطاد غلة بس. عندنا ناس كتير خالص في دمنهور هو ده الشعار بتاعهم، صياد غلة. النهاردة إن شاء الله عندي ميتين كده على الطريق الدولي هنوصفهم لكم إن شاء الله، وهنقضي عليهم اليوم بتاعي نشوف أنا هنعمل إيه. طبعا أنا بصراحة عامل المقدمة دي في نهاية الفيديو، ولكن الوصف عامله في بداية الفيديو، لأن الهدف من الفيديو إن أنا نوصف لك الميتين دول. الميتين دول يا جماعة من ضمنهم مية اللي أنا قاعد عليها دي، المية دي تعتبر ليلية بس، بالنهار بتاكل خنيني كويس وبالليل بتاكل سمك محترم جدا، سمك كبير وبيدخل عليها بياض وفي تعابين فيها كل حاجة. والمية التانية المفروض إن هي صرف أراضي كنا قضينا عليها موسم كويس خالص السنة اللي فاتت، ولكن هي لسه ما بدأتش. دي بداية الفيديو، نروح للوصف إن شاء الله ونكمل معانا الفيديو بإذن الله. متنسوش تعملوا لنا لايك، يا ريت لو الفيديو عجبكم تكتب لنا تعليق تقول لنا إيه رأيك، حابب تشوف مننا إيه. تحياتي ليكم، أخوكم سامح الخالق. توكل على الله في وش يمين. يمين اه. ده كوبري رشيد العلوة يا جماعة، كوبري النيل إن شاء الله. طبعا الوصفة ديت لأهل دمنهور أخواتي وحبايبي وأهل بلدي. بنيجي إحنا من طريق المحمودية، هو أوفر في المصروف، الوقت يعتبر هو هو. بندخل بعد كده بننزل من على الكوبري ده، بنلاقي الكمين بتاع رشيد. هو احنا لما ننزل من على الكوبري بنبقى تابع لمحافظات كفر الشيخ، بس هما بيقولوا عليه كمين رشيد. هنصور لكم الكمين وبعد كده فاضل لكم ضربتين معايا ونوصل على المايه ان شاء الله. مش عايز نطول فخليكم معايا لحظات. اخواتي وحبايبي ده كده ايه ان شاء الله، ده الكمين اللي هو بتاع رشيد. هو الكمين ده تابع لمحافظة كفر الشيخ، بس هما بيقولوا عليه كمين ايه، كمين رشيد، لان انت اول ما بتنزل من الكوبري العلوي بتاع رشيد بتلاقي الكمين ده. طبعا الكمين ده اللي بيوصلك ان شاء الله لدمياط وبورسعيد وكده، ده الطريق الدولي الساحلي. فهنراجع تاني الكلام، الوصلة بتاعتنا احنا بنيجي من على طريق المحمودية بنوصل لحد كوبري الجدية، بناخد يمين نطلع الكوبري العلوي بتاع كوبري رشيد بتاع البحر، نعدي الكمين. كمين اهو طبعا عشان ايه الداخليه ما تزعلش مننا ولا يفكرونا ارهابيين ولا حاجه، فهو محافظه كفر الشيخ اهوت. انا بس مش عايز ايه، مش عايز ندخل على الكمين وانا بنصور لا يفكرونا ايه بنهكر ولا حاجه. اللحظه دي احنا لسه طالعين من الكمين، بيقابلني ايه كوبري تحت منه ميه. الميه دي شغاله حلو برضو، بس محتاج اللي ايه اللي يعمل عليها ادوار، الميه اللي هي تحت الكوبري ده بالظبط. ممكن ثانية يا أبو زياد. يا جماعة المية دي شغالة كويس جدا برضو، بس عايزة اللي يعمل عليها طوار. اتفضل أبو زياد. ده أول كوبري، هيقابلني كوبري تاني هندخل من جنبه، خليكم معانا برضو إن شاء الله لما نوصل عشان ما نطولش. مشيت بعد الكمين يا جماعه حوالي 3 كيلو هيقابلني الكوبري ده. دي المايه بتاعتنا ان شاء الله اللي احنا هننزل عليها ان شاء الله، لسه ما بنتش. ماشي احنا كده تحت الكوبري اهوت كده اهو، لسه الكوبري بتاعها جاي. الدخلة بتاعتنا ايه، بناخد الكسرة ديت اللي جاية دي يمين.
كده بننزل على المية. المية دي يا جماعة بتشتغل غلة كويس خالص. احنا لسه جايين نجربها ان شاء الله. رحلتنا النهاردة رحلة صيد غلة مع وصف المكان بمشيئة الله. ديت النازلة اهي بتاعتنا اهيت. ناخد الملف. المية دي بمشيئة الله يوم ما هتاخد منها سمكة في الموسم ان شاء الله تفضل تديك طول الموسم. الكلام ده ثقة طبعا، والكلام ده احنا مجربينه السنة اللي فاتت وهتلاقوه عندنا في فيديوهات الغلة بمشيئة الله. السمكة بتاعتها سمكة محترمة وسمكة محملة كده. المية اهي في وشنا. احنا بالنسبة لنا عشان الادوار اللي بنقعد فيها قريبة فاحنا هنركن تحت الكوبري ده كده. يا مسهل خش ابو زيزو. يا مسهل الحال يا رب. عليها صيادين اهم ما نشوفوهم. دول طبعا صيادين اسكندرية، محتمل يكونوا صيادين خضرة. ما انا عارف، انا كنت عليها السنة اللي فاتت. ما كل حاجة يا مسهل الحال يا رب. لسه ده مرمى خضرة ده يا حاج. ها مرمى خضرة. الله يوسع علينا وعليك يا رب. في اخ هنا شغال غلة. بعد منه. بص عليه كده. السلام عليكم حبيبنا، عامل ايه؟ الله يحفظك، نورت قناتنا. جربت غلة؟ جربت غلة. ايه الكلام؟ والله هي دقت الصبح كام سمكة كده وبعد كده منعت. سمكة خشنة يعني؟ لا مش قوي. كف مثلا؟ مثلا. الله يوسع علينا وعليك يا رب. بس لسه برضه. لسه ها؟ لسه من الصبح قاعد من الساعة 5 الصبح. من الساعة 5 الصبح. انت جبت اخرك على كده؟ مين؟ انت؟ لو شغاله على الاقل هتبربش لك تعمل لك. اما كان باص السمك طالع داخل عليك. ايوه فاهم ازاي، ولا كانه شايف غله حتى تحت منك. ايوه. بص يا اخوانا عشان الامانه الميه بتاكل في الخضره دي صريح دلوقتي. السمكه طالعه على الخضره دي صريحه صريحه جدا. فالميه ديت قدامها شهر بالظبط. انا طبعا قلت نوصف لكم دلوقتي عشان ايه في الموسم مثلا لو حد شافنا وقال لنا انت بتوصف وبتاع هيزعل مننا. فاحنا قلنا نوصف قبل ما السمكه ايه يعني، احنا كده كده طالعين نجرب، فقلنا نوصف عشان ايه تبقوا عارفين المايه ديت يعني تحطوها في القاموس بتاعك. احلى مسا على احلى رجاله. طبعا المايه اللي دخلنا عليها الاولانيه اللي هي كانت مقصوده ما كانتش معانا، فالمايه ديت ميه سهره اللي هي المايه الاولانيه اللي انا وصفتها في اول الفيديو. دي مية سهرة. ماشي يا جماعة، نزلنا عليها بالغلة. دي من ضمن الاستفتاحات الحلوة يعني على البركة. السمكة هي طبعا السمكة مبطرخة بسم الله ما شاء الله، حاجة يعني محترمة جدا جدا جدا. المية دي طبعا للناس اللي هي غاوية سهر ان شاء الله لو جت هنا وقعدت على المية دي بإذن الله هتتقطع سمك ما شاء الله ان شاء الله. حاجة بص روعة. احنا قدامنا المية بأكملها السمك معوم فيها. ماشي يا جماعة، بس احنا طبعا طالعين طلعة غلة، حابين نقعدوا بالغلة. يا رب يكون الوصفة عجبكم والله كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سمك خنيني مسنود اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين يعني، والحلاوه ان هو ورا بعضه يعني. الخنينه ابو 50 جنيه الحلو ده، تمام. مش عارف نظبطها على البركه، ان شاء الله خير يا جماعه. المايه دي حلوه، اهداء لكل صيادين دمنهور حبايبي واخواتي واهلي. بص اخوانا انا كده ايه، دي حصيله اليوم بتاعي يعني، حصيله لا غبار عليها الحمد لله رب العالمين. جبت الغدا بتاعي، هي يعني في سمك اكبر من كده بس الحمد لله رب العالمين، يعني احسن ما نروح بايه بايدي فاضيه وده حال الصيد. الحصيله مجبوره الحمد لله، الرحله الى حد ما تعتبر ايه، تعتبر ناجحه. الهدف كان منها ان انا ايه، ان انا نوصف لكم الميه. تعالى هاني. طبعا انا كان مزامني النهارده احلى صياد في الدنيا، احلى وحبيبي احلى معاد رحاله، صيادين رحاله احلى مساء عليكم يا جماعه. والله انبسطنا النهارده الحمد لله، قضينا يوم زي الناس اللي قضت. لا هو شويه سمك يعني صغير بس يعني حلو الحمد لله، نفس يعني. الحمد لله رب العالمين. بس حبيب بس ما شاء الله لا قوه الا بالله، احسن ما نروح ودينا فاضي. بعدين الخنيني ده ب 60 جنيه النهارده يا جدعان، فالحمد لله رب العالمين، اللهم بارك.